أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زعرب، ومعنا الدرس السادس من دورة التيوري عبر اليوتيوب. بهذا الدرس راح نتكلم عن اللوحات الإرشادية اللي بتكون موجودة في الطريق، واللي راح نتعلم بالتفصيل شو معناها ونشرحها بكل تفصيلة صغيرة. راح نبلش بأول صورة. طبعا ممكن لما نشوف هاي الصورة بهذا الحجم أو هاي اللوحات وهاي الأرقام وهاي الأسماء، ممكن إنه إحنا نعتقد إنه هذا الشيء صعب، ولكن هذا الشيء سهل جدا. المهم إنه إحنا نفهم فهم. راح أشرح كل تفصيلة في اللوحات بشكل مفصل عشان تعرفوا شو معناهم بالضبط. أولا، إذا لاحظنا إنه الطريق على الأرض، فيها أنا عندي هاي مسار واحد، وفي مسار اليمين، وفي عندي مسار في الوسط، وفي عندي مسار على اليسار. أصبح على الأرض فيها ثلاث مسارات غير المخرج هذا. طيب لو جينا على اللوحة اللي باللون الأخضر اللي راح نشرحها أول شيء، عندي كمان ثلاث أسهم. في عندي سهم على يمين اللوحة، وفي عندي سهم في منتصف اللوحة، وفي عندي سهم على يسار اللوحة. الأسهم هاي بس أشوفها أنا لازم أعرف إنه كل سهم بيكون فوق مسار، فوق حقل، تمام؟ يعني لما أنا أشوف هاي اللوحة الخضراء فيها ثلاث أسهم، معناته هذا الحقل اللي تحت، اللي هو اللي تحت اللوحة، فيه ثلاث مسارات، كل سهم تحته مسار بهذا الشكل. هذا السهم فوق المسار هذا، هذا السهم فوق المسار اللي في النص، وهذا السهم فوق المسار الأيسر. مكتوب لي هان مولندال، وهان مالمو باللون الأخضر، وفي أرقام. الرقم لما يكون داخل اللي هو خط متقطع مثل هذا 158، لما يكون داخل خط متقطع معناته أنا ماشي في شارع رح ياخدني على هذا الشارع، يعني رح ياخدني على شارع 158. يعني هذا الشارع اللي أنا شايفه إذا أنا مشيت فيه وكملت للأمام رح ياخدني على الطريق 158. لكن لما أشوف الرقم داخل مستطيل مغلق مثل هذا، هذا يعني هذا رقم الشارع اللي موجودين فيه. يعني لما يجي لي سؤال ويقولنا ما هو رقم الشارع اللي أنت ماشي فيه حاليا، بروح بشوف الرقم اللي موجود داخل مستطيل مغلق وبقول له هذا هو رقم الشارع. أصبحنا حاليا ماشيين في شارع رقمه الـ A6 والـ A شوقي، هذا رقم الشارع اللي احنا ماشيين فيه. وهذا الشارع اللي هو الـ A6 والـ A شوقي راح ياخدني على الطريق 158. طيب ليش في لوحات باللون الأخضر وليش في لوحات باللون الأزرق؟ اللون الأخضر دائما بيعبر عن الطرق السريعة اللي هي الأوتوستراد، واللون الأزرق بيعبر عن الطرق العامة، طريق عام. معناها أنا ماشي حاليا في طريق الأوتوستراد أو الطريق السريع اللي اسمه A6 وإيشوجي، راح ياخدني على الطريق العام اللي رقمه 158. أصبح باللون الأزرق طريق عام، باللون الأخضر طريق سريع. عندنا ثلاث مسارات مثل ما اتفقنا. المسار الأيمن لما أنا بكون ماشي فيه بكون ماشي تحت السهم اللي على الأيمن، الوسط واليسار نفس المبدأ. إذا بنلاحظ مكتوب هاند عندي مولندال، وهان باللون الأزرق مولندال، نفس الشيء. طيب كيف هيك أنا شو بدي أساوي؟ هذا يعني إنه أنت إذا بدك تروح على مولندال سي، هان مكتوب سي، هذا يعني سنتروم. هاي دائما بتكون موجودة جنب أي مدينة، وهذا يعني إنه هاي سنتر المدينة هاي. إذا أنا بدي أروح على اللي هو سنتر المدينة، فورا بطلع من المخرج هاد. طيب المخرج هاد قديش رقمه؟ دائما المخارج في الأوتوسترات إلها أرقام. لاحظوا هان اللي باللون الأصفر فوق، هاي هذا رقم المخرج الموجود هان، يعني هذا المخرج رقمه 67. المخرج اللي بعده راح يكون رقمه 68، وهكذا بالتسلسل دائما المخارج بتكون. معناته أنا لو بدي أروح على السنتروم لازم أطلع من المخرج هاد. طيب لو أنا بدي أروح على نفس المدينة اللي هي مولندال، ولكن بدي أروح على آخرها من منطقة تانية، أنا بقدر أكمل في الطريق السريع، تمام، في الطريق السريع وأروح عليها كمان، يعني نفس الشيء. يعني كمان لو كملت أنا ضليتني مكمل للأمام كمان راح ياخدني على مولندال بس من جهة تانية. عشان هيك لما أنا بكون ماشي بهذه الحالة مثلا والفاحص قال لي خدني على مولندال في الطريق السريع، أو قال لي خدني على مولندال سنتروم، هان أنا بميز. لو قال لي هو خدني على من الطريق السريع، فأنا بضلني مكمل طريقي للأمام لأنه هاي باللون الأخضر يعني على الطريق السريع. لو قال لي روح على السنتروم ففورا بطلع من المخرج الأول. أصبح هاي باللون الأزرق لأنه هاي طريق عام، رقم المخرج 67، السي هاي تعبر عن سنتروم،
وها باللون الأخضر هذا الطريق رقمه الإيسكس والإيشوقي راح ياخذني على مالمو وراح ياخذني على مولندال. طيب ليش موجودة فوق مالمو وليش موجودة تحت مولندال؟ موجودة تحت لأن هي الأقرب علي، بعدها راح ألاقي مالمو. طيب أنا هان المفروض مني أنا وين أمشي؟ المفروض إنه أنت تمشي في الحقل اليمين أو في الحقل الوسط، والحقل اللي هو اليسار تتركه للناس المستعجلة، أنت ما دخلك، بتمشي بنفس سرعة الطريق وبتضلك ماشي على الحقل اليمين أو الحقل اللي هو الوسط. لو أنا مشيت في الحقل اليمين أو مشيت في الحقل الوسط أو مشيت في الحقل اليسار، الثلاث مسارات هدول راح ياخدوني على هاي المناطق حسب الأسهم ما هي موجودة. الثلاث مسارات راح ياخدوني على هاي المناطق اللي فوق موجودة، يعني إذا أنا مشيت في اليمين راح ياخدني على موندال ومالمو، وإذا مشيت في اليسار كمان راح ياخدني على نفس الوجهة، وإذا مشيت في اليسار راح ياخدني على نفس الوجهة. في هاي الصورة كمان نفس المبدأ، إذا انتبهنا على الأرض راح نلاقي في أسهم، في عندي على اليمين في المسار اليمين في سهم، في سهمين مشتركين، في واحد على اليمين وواحد للأمام، وفي النص في سهم للأمام، وعلى اليسار في سهم لليسار. طيب تعال نيجي فوق، السهم أو المسار اليمين فوق اللوحة كمان فيها سهم لليمين وسهم للأمام، وهان عندي سهم للأمام وهان عندي سهم لليسار. هاي يعني انه انا اذا انا مشيت في الحقل اليميني انا مجبور اروح اما لليمين او اكمل للامام، يعني انا بقدر اروح للامام من الحقل اليمين كمان. هذا مش معناته اذا انا رحت على اليمين معناته انا لازم انعطف على اليمين، لا. اذا كان في سهم هان واحد فقط على اليمين، هل لو بصير معناها انه انا اذا اتمركزت في المسار اليمين لازم انعطف على اليمين، ولكن هان في سهمين واحد لليمين واحد للامام، وهان انا بكون مخير انا اللي بختار، تمام. اصبح انا فيني اروح للامام من الحقل اليمين، صح مو خطأ ابدا، وفيني كمان اروح للامام من الحقل اللي هو الوسط. لكن اذا انا تمركزت في الحقل اليسار اجباري انا انعطف لليسار، طول ما في الخط المتقطع هذا بيحق لي انا اتنقل بين الخطوط، بيحق لي انا اتنقل بين المسارات. لكن اول ما بوصل الخط المتواصل اللي هو بيكون قريب من التقاطع بصير انا ممنوع التنقل بين المسارات. يعني اذا انا جيت بسيارتي هان ووصلت الحقل او وصلت الخط المتواصل عفوا، وتذكرت حالي بعدين انه انا لازم بدي اكمل للامام، شو بساوي؟ ما بروح بنتقل، لا بروح بكمل لليسار بعدين بلف وبرجع وبروح على الوجهه اللي انا بدي اياها. ليش؟ لانه الخط اللي بيني وبين المسار الثاني صار خط متواصل، وبالتالي لا يحق لي انه انا ابدل المسارات. هذا يعني شوفوا هان A شو قد فو، وهان A شو قد فو، وهان A شو قد فو. لو انا بدي اروح على A على E شو قد فو شو بعمل؟ انا بقدر اتمركز في اليمين وفي الوسط، يعني الاثنين بياخذوني على نفس الوجهة. يعني اذا تمركزت في اليمين اقدر اروح على الـ E شو قد فو، ولو تمركزت في الوسط اقدر اروح على الاي شو قد فوق. كمان نفس المبدا، يعني مش خطا، انا بقدر اتمركز هان او هان انا حر، لكن لو انا بدي اروح على اليمين انا مجبور اتمركز على اليمين، لو انا بدي اروح على اليسار انا مجبور اتمركز على اليسار، لو انا تمركزت في الوسط انا مجبور اكمل للامام، لكن لو جيت على اليمين انا بقدر اروح لليمين او اكمل للامام. هاي اللوحة بتقول لي انه انت بدك تروح على طريق فالون اللي هو 50 رقمه 50، بتكمل للامام في التقاطع، واذا بدك تروح على لينش باري بتروح على اليمين. هاي اللوحة بتكون موجودة قبل المخرج في الاوتوستراد، موجود هان 1000 متر، 1000 متر معناته بعد 1000 متر راح نروح على هاي المناطق المذكورة في اللوحة باللون الازرق، لانه في مخرج. هاي السهم على اليمين، قديش رقم المخرج؟ 23، رقم المخرج 23، يعني بعد 1000 متر بعد 1 كيلو في مخرج، هذا المخرج راح ياخذنا على هاي المدن، وراح يكون في كمان استراحة. وهان موجود فوق باللون الاخضر مكتوب لي اي شو قد فوق، وفي سهم للامام، وهاي في شغلة كثير بيخربطوا فيها، لما بيجيني سؤال وبقول لي انت تنوي الذهاب او تنوي الاستمرار في طريق الاي شو قد فوق،
الايش قد فوق، هل انت لازم تضلك في اليمين ولا لازم تتمركز سيارتك في اليسار، ولا يمكنك استخدام اليمين واليسار؟ فانا بقدر استخدم اليمين واليسار، بس يفضل ان انا اضل دائما على اليمين، لانه هاي المنطقه لما انا بدي اجي اطلع عليها راح يكون لها في حقل الخروج لحالها، ما راح يعني الحقل اليمين ما راح ياخذني على هاي المناطق مباشره، لا انا بضلني ماشي في الحقل اليمين، لما اذا بدي اطلع من المخرج هذا بعطي اشاره وبفوت المخرج. اذا انا بدي اكمل على الاي شو على الاي شو على الاي شو قد فوق بضلني في الحقل اليمين، ما عندي مشكله. يعني انا حتى لو بدي اضلني على الاي شو قد فوق بضلني باليمين، لو بدي اطلع من هاي المناطق كمان بضلني على اليمين، بعد 1000 متر بطلع من الاوتوستراد اذا بدي اروح على هاي المناطق، رقم المخرج 23 اللي بياخذني على هاي المناطق اللي باللون الازرق، والاي شو قد فوق موجوده كمان للامام اللي هو خط سريع اللي احنا موجودين فيه. اللون الاخضر طريق سريع، اللون الازرق طريق عام. لاحظوا هان في عندي اللي هو مسار، هذا هو المسار اليمين، وهان عندي مسار يسار، وهان عندي اللي هو مخرج، مخرج من الاوتوستراد اللي احنا ماشيين فيه. اذا بنلاحظ هان موجود في سهم، في سهم للامام وفي سهم لليمين، وهان كمان في سهم بس مو باين جنب الكتابة، كمان راح يكون في سهم فوق المسار هذا، وهذا يعني انه هدول المسارين راح ياخذوني على هاي المناطق الموجودة في اللوحة. وهان في عندي المخرج، طيب خلونا نشرح واحدة واحدة. المخرج هذا اللي بياخذني على سونتسفال رقمه 199 A اللي هو بالاي فيرا، يعني اذا انا طلعت على هذا الطريق، هذا الطريق رقمه اي فيرا بياخذني على سونتسفال، ورقم هذا المخرج 199 A. اذا انا كملت في اليمين او اذا انا مشيت في اليسار راح ياخذوني على هاي المناطق كلها. اذا بنلاحظ هان مكتوب لي اوسلو، فيستروس، اوربرو، وساندفيكن، وهاي الكلمات او المدن موجوده وين؟ مكتوب اسمهم فوق الحقل اليسار. هذا لا يعني انه انا لازم امشي في الحقل اليسار اذا انا بدي اروح على اوسلو ولا فيستروس ولا اوربرو ولا ساندفيكن، لا انا اقدر من خلال الحقلين، لانه دائما الاوتوستراد دائما الحقلين اليمين واليسار بياخذوني على نفس الوجهه. تمام، اصبح انا هان لو بدي انا من خلال سياقتي هان في الحقل اليمين اقدر اروح على اوسلو، فيستروس، واوربرو، ساندفيكن. وهان بيقول لي ستوكهولم بعد 300 متر لازم تروح على اليمين، كمان في بتلاقي نفس المخرج هذا بعد 300 متر اللي هو رقمه 199 با، عفوا 199 بي. لاحظوا انه المخارج دائما بتيجي بالتسلسل، يعني هان 199 او، هان 199 بي. اصبح مخرج سونتسفال رقمه 199 A. هلا لازم فورا ننتقل على اليمين، لكن لو بدي اروح على ستوكهولم بكمل الامام بعد 300 متر بلاقي مخرج ثاني رقمه 199 بي، بفوت منه بطلع انا على طريق ستوكهولم اللي هو الاي فيرا. اذا انا بدي اكمل على اوسلو بقدر اضلني في الحقل اليمين، اذا بدي اروح على فيستروس، اوروبرو، ساندفيكن كمان بقدر اضلني مكمل في الحقل اليمين. دائما في الاوتوستراد المفروض ان انا اضلني ماشي في الحقل اليمين. هان كمان نفس المبدأ، بعد 1000 متر، بعد 1 كيلو، إذا بدك تطلع من الأوتوستراد باتجاه إنشوبينج أو مورا، فيك بعد 1 كيلو تطلع من اللي هو الأوتوستراد. كمان فيك بتضلك ماشي على اليمين، بعد 1 كيلو بتقدر تطلع مباشرة. هان فوق مكتوب لي الأي أورتون كمان للأمام، وهذا يعني كمان إنه أنا إذا كملت للأمام بضلني ماشي في الطريق السريع لأنه باللون الأخضر. كمان هان انا بضلني ماشي على اليمين اذا بدي اروح على الاي اورتون، نفس المبدا. لاحظوا هان في عندي سهم على اليمين، كمان راح نشرح اللوحه اللي باللون الاخضر. في سهم عندي على اليمين وفي عندي سهم على اليسار، وهذا يعني مثل ما اتفقنا انه في تحت حقلين مسارين. تمام، لاحظوا في عندي تحت مسارين، هذا السهم بكون فوق المسار الايمن وهذا السهم بكون فوق المسار او الحقل الايسر. طيب يوتوبوري، ستوكهولم باللون الاخضر، معناته هذا الطريق السريع بياخذني على يوتوبوري وستوكهولم، الحقلين بياخذوني على نفس المبدا. اوكي، قديش رقم الشارع اللي انا ماشي فيه؟ رقمه اي 6 واي شوقي، وهذا الشارع اللي انا ماشي فيه راح ياخذني على الاي فيرا. يعني انا حاليا مش ماشي بالاي فيرا، انا راح ياخذني هذا الشارع على الاي فيرا. طيب لو انا بدي اروح على يوتوبوري وين لازم امشي؟ المفروض ان انا اتمركز في الحقل اليمين، لكن اليمين واليسار بياخذوني على نفس يوتوبوري وستوكهولم.
لو انا بدي اطلع من هذا المخرج اللي رقمه 25 راح ياخذني على هاي المدن اللي موجوده داخل اللي هو المستطيل الازرق، راح ياخذني على المدن اللي داخل المستطيل الازرق. الطريقه الاسبانيه كلنا بنعرفها، الطريقه الاسبانيه صممت لحتى تسهل انعطاف كافه المركبات لليسار. الطريقه الاسبانيه هم بقول لي فانون للامام، بودا لليسار. هان انا شو بساوي؟ انا لما بدي اروح باتجاه بودا، اذا جاني سؤال في الاختبار وقال لي بدك تنوي الانعطاف في اتجاه بودا كيف ستمركز سيارتك، بقول له بمركزها اقصى اليمين، لانه انا لازم شو بساوي هان؟ باجي بهذا الشكل، بفوت هان، باجي هان، بتطلع على اليمين اليسار ما في حدا، بعدين بكمل طريقي. ممنوع انا اجي اضلني ماشي بنفس الطريق وانعطف مباشره عشان ما اعرقل حركه المرور وراي. فانا اذا بدي اروح باتجاه بودا بفوت هاي التحويله الاسبانيه فورا على اليمين، باجي بوقف هان، بنتبه على اليمين على اليسار ما في حدا، بعدين بكمل باتجاه بودا. اذا في التقاطع بعد 500 متر، بعد 500 متر في تقاطع، في التقاطع هذا اذا بدك تروح على فوش بكا بتروح على اليمين، اذا بدك تروح على بولناس بتروح على اليسار، واذا بدك تروح على طريق اللي هو رقم 80 اللي هو رقم مدينه يافلا بتكمل للامام. كمان نفس المبدا، بعد 500 متر في مخرج راح ياخذك على هاي المدينه، وإذا بتكمل للأمام راح ياخذك على رقم الشارع رقم 50. ني شوبينج فيها، لاحظوا إنه قلنا إحنا لما بيكون الرقم داخل مستطيل هذا بيكون رقم الطريق، لكن إذا كان هذا الرقم بدون مستطيل فهذا المسافة اللي ضايلة لنوصلها لهاي المدينة. يعني ني شوبينج إذا أنا بدي أروح على اليمين في ني شوبينج، عفوا إذا بدي أروح على اليمين في التقاطع بعد 23 كيلو بوصل مدينة ني شوبينج. إذا كان الرقم مش داخل مستطيل هذه المسافة اللي ضايل لنوصلها. طيب هان في عندي ني شوبينج بدون سهم وبدون رقم، وهذا يعني إنه إحنا وصلنا لمدينة ني شوبينج. كمان في التقاطع يافلا للأمام، بولناس فوش بكا لليمين، وهان إن شوبينج ومورا على اليمين. يعني أول مخرج أول مخرج بتلاقيه بعد هاي اللوحة بياخدك على مورا وإن شوبينج، وهان يعني إنه هاي المدينة راح تاخدك على هاي المدينة، يعني مدينة بتسلم مدينة. ستوكهولم بعد 105 كيلومتر، ستودرتاليا بعد 71 كيلومتر. هان بقول لي المسار أو الحقل اللي أنت ماشي فيه راح يتفرع ويصير حقلين، راح يصير مسارين، يعني أنت ماشي في مسار راح يصير مسارين، وهان المسارين راح يندمجوا ويصيروا مسار واحد. وهان في اللي هو قاعدة التنسيق، هان ما في قاعدة معينة يعني قاعدة اليمين أو شيء، لا هان بننسق مع بعض. الطريق اللي أنا ماشي فيه حاليا، الطريق اللي أنا ماشي فيه حاليا اثنين رايحين سوا واحد راجع، يعني في مسارين رايحين ومسار واحد راجع. وهاي الشاخصة بتكون موجودة في الأوتوستراد عشان تبين لي انه في قدامي مخرج من اللي هو اليمين. يعني لما بشوف هاي انا لازم افهم انه في جاي مدخل، مدخل هيدخل على الاوتوستراد، والمدخل هذا او السيارات اللي جايه من اليمين هي مجبوره انها تندمج مع الاوتوستراد، يعني هيكون في تنسيق بيني وبينها. لكن هان لما اشوف هاي اللوحه انا بعرف انه اللي جاي من خارج الاوتوستراد راح يكمل في الاوتوستراد حقل كامل، وهي الفرق اللي بين هاي اللوحه وهاي اللوحه. هاي اللوحه المسار لما يكون مدموج مع هذا المسار معناته اللي جاي من برا الاوتوستراد راح يندمج ويغير حقل القياده، راح يغير يعني المدخل اللي هو ماشي فيه راح ينتهي في الامام ولازم يبدل عندي، لازم يفوت على الاوتوستراد. لكن هان لما بشوف هاي اللوحه هذا يعني انه الاوتوستراد اللي انا ماشي فيه راح يصير ثلاث مسارات هلا، وهذا اللي جاي من برا الاوتوستراد ما راح يحتاج يبدل سياقته، ما راح يحتاج يبدل يفوت على الاوتوستراد، لا هو خلص الحقل هذا اللي هو مارق منه اللي هو داخل منه على الاوتوستراد راح يكمل للامام في الاوتوستراد بحقل لحاله. وهي الشاخصة بتعني انه انت اذا بدك تروح على اليمين تمركز على اليمين، واذا بدك تروح على اليسار او للامام تمركز على اليسار في الطريق. وهي شاخصة كثير مهمة، كثير في ناس بيخربطوا بيرسبوا عندها، لازم ننتبه عليها وخطط سياقتي بالنسبة إلها. إذا بدي أروح للأمام لازم أمشي في اليسار مش في اليمين، لأنه لو مشيت في اليمين وضليتني ماشي في اليمين في الأمام راح أوصل نقطة حرجة مش هقدر من خلالها أنا أكمل الأمام، وراح أنجبر أن أطف اللي هو اليمين. أصبح لو أنا هان بدي أروح للأمام لازم أتمركز وين؟ في اليسار. لو بدي أروح على اليسار بتمركز على اليسار، وإذا بدي أروح على اليمين بتمركز على اليمين. وهي الشاخص بتبين الحدود الأوروبية بين الدول،
وهي الشاخصة لما بكون في أعمال طرق، هذا بكون طريق واحد، بكون في أعمال طرق هان بروحوا بيفتحوا طريق آخر وبيحطوا لنا هاي لحتى يبينوا لنا إنه أنت اطلع على اليمين، بعد هيك رح تلاقي طريق ياخدك على نفس الشارع، هان بكون في أعمال طرق، لهيك بكون في خطوط أو نقاط متقطعة. إذا كان هذا السهم باللون الأورنج هذا يعني تحويلة بديلة، إذا كان في أعمال طرق في الشارع بيحطوا لنا أسهم مثل هاي وإحنا بنضلنا ماشيين على الأسهم هاي لحتى يطلعونا على المكان اللي إحنا كنا بدنا نروح عليه على نفس الشارع ولكن من بعد أعمال الطرق، يعني هذا بيكون موجود في أعمال في مناطق أعمال الطرق ومعناه تحويلة مؤقتة. كمان نفس الشيء هذا بيكون في شارع في مسارين، المسار اليسار لما بيكون في أعمال طرق بيكون في تصليحات بيحطوا لنا هاي اللوحة بيقول لي أنت يلي ماشي في الحقل اليسار انتقل للحقل اليمين لأنه في أعمال طرق في الأمام. فأنا فورا بنتقل على الحقل اليمين وبعد ما يخلص أعمال الطرق فيني أرجع على الحقل اليسار إذا بدي. كمان نفس المبدأ هان، المسار اليمين اللي أنا ماشي فيه بيكون في أعمال طرق فيه بيكون مسكر، وبالتالي أنا هان لازم أعطي الأولوية للي جاي من المقابل لأنه أنا حقلي اللي مسكر، يعني إذا كان في سيارات جاية باجي بوقف بضلني واقف لحتى السيارات تخلص بعدين أنا بمشي. مثل ما اتفقنا هذا بكون رقم المخرج بكون موجود في اللوحات على اليمين. إذا هاي اللوحات للدراجات الهوائية على اليمين مسار للدراجة الهوائية بروح بيوديني على سنتروم، وكمان نفس المبدأ هان، هذا كمان حقول للدراجات أو خلتات للدراجات اللي عفوا الهوائية. إذا بدك تروح للأمام بعد 5 كيلو توصل لهاي المدينة، بعد 200 متر لهاي المدينة. كمان نفس الشيء سنتروم بعد 3 كيلو هو عن طريق الدراجة مش للسيارة، هذا بكون موجود في مسار الدراجات. اللوحة باللون الأزرق تعبر عن طريق عام، اللوحة باللون الأخضر تعبر عن طريق سريع، اللوحة باللون الأصفر تعبر عن طريق خاص، وباللون البرتقالي أو الأورنج تعبر عن تحويلة بديلة، باللون الأبيض تعبر عن طريق محلي. بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات ولا تنسوني من دعواتكم.